ان لعيب الكره يقول لك انا اشتغل معلق ليه، انا هاخد لي كام الماتش. انت رحت دلوقتي على حته مؤلمه جدا يا اسلام، حته انه بكام بالظبط؟ انا هاخد كام بالظبط؟ هو انت بتستضيفني ادفع لي كام؟ هو انا عايز معلق هقبض كام في الماتش؟ انا اروح اشتغل معلق في مكان تاني هاخد قد كده، اروح اشتغل خبير او مدرب او مدلك او اعمل القصه دي كلها. من شويه كنت بكلمك بقول لك ان الرياضه زمان او الكوره زمان كانت شغف، كانت متعه، اللعيب بيستمتع وهو بيلعب وهو بيراوغ وهو بيعمل صوره ممتعه للجمهور. فاكر زمان كان في لوح بتعمل في الملعب، لوح بجد كانت لوحه، تلاقي كام باصه موجودين، عد 10 12 13 14، الكره ما تقطعش خالص وكل لعب على الارض بمهاره وحرفنه، وفي الاخر تبص تلاقي بتنتهي بمراوغه رائعه وتلاقي جون جالك في الاخر بشكل تاخد ياخد قلبك معاه. بالظبط. انا فاكر في مباريات وفي نجوم كانوا بيجيبوا جوان، انا لغايه اللحظه اللي انا قاعد معاك فيها فاكر اللوحه مرسومه، لوحه فنان عمل. هل كان الراجل ايه الجول اللي جه في ذهنك دلوقتي او الهدف اللي جه في ذهنك دلوقتي؟ الخطيب جاب جون في فريق افريقي اعتقد. الخطيب يبقى انت اهلاوي؟ انا اهلاوي. اهلاوي؟ اهلاوي. من عيله اهلاويه ولا كان في يعني؟ لا، العيله كلها اهلاويه. كل لا كله اهلاوي بس اهلاويه بشكل مختلف. كنت كم اخ؟ بص انا عندي اخويا اصغر مني وليد لعيب كوره، يعني بيلعب كوره وكان بيلعب في لا يزال ولا لا خلاص بقى. وليد كان حريف جدا، كان لعيب يعني مهاري، وانت عارف اللعيبه المهاريين بيبقى شكلهم حتى وهو ماشي تعرفه. بالظبط. شفت رضا وهو ماشي؟ لكن حمار عبد اللطيف وهو ماشي تعرفه، يعني الشكل بتاعه تعرفه كده. انت بتاع كوره، طالما قلت جمله ان لعيب الكوره وانت ماشي تعرفه، دي ما حدش يعرفها. طب اقول لك حاجه كمان، اتفضل. ما اعرفش هتوافقني ولا لا، طريقه كلام اللعيب الحريف المهاري مختلف غير التاني اللعيب اللي انا بقول. فانا كنت بشوف اللعيبه دي، يعني انت كان في مجموعه من النجوم المهاريين، كابتن الخطيب خد حظه من الشهره لانه كان هو الاعظم في تاريخ الكره المصريه. هو الاعظم. الاعظم طبعا. كابتن محمد صلاح متعنا. محمد صلاح حقق حاجات ملموسه على الارض. حقق بطولات واحتراف وفلوس تعامل مع الاحتراف بشكل هو ابن زمنه. بالظبط. ابن زمنه. يعني محمد صلاح مهاراته ولعبه وشغله واخلاقه بالمناسبه وطريقته في التعامل وعنده كاريزما، في كاريزما الجمهور بيعشق محمد صلاح، مش المصري بس، الانجليزي اللي هم يعني انا اسف جدا، الجمهور الانجليزي معروف ان عنده سمات شويه جامده شويه، يعني تشجيع بارد شويه. بيحبوا محمد صلاح ويقعدوا يعشقوه. بالظبط. فهو محمد صلاح عنده القدره على كده وربنا حباب الحاجات دي. ابن زمانه برضه. والخطيب كان ابن زمانه، بس هو لو انا جيت من غير ما افكر الاعظم في تاريخ الكره المصريه هو الكابتن محمود الخطيب. طبعا. الكابتن الخطيب كان بيستمتع وهو بيلعب. وكان الجيل بتاعه كان بيساعده، ما هو مش ممكن الخطيب ينجح واللي حواليه ناس يعني لا مؤاخذه قطع يعني بلغه الكوره. صح. كابتن حسن شحاته فين يا عم؟ فين حسن شحاته وفاروق جعفر ولو رحت في الانديه الثانيه وحسن حمدي ومار همام وحسام يا عم ولو رحت في الانديه الثانيه هتلاقي حمدي نوح وهتلاقي عبد الرزاق وهتلاقي نصر محمد علي وهتلاقي انت عارف يعني اسماء كتير. حمدي نوح ده كنت انا اعشق حمدي نوح. طبعا. اسماعيلي. طبعا. ايه يا عم والاسماعيليه بيلعبوا فريق الاسماعيلي بيلعب كوره 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 برازيليه على الارض. الاتحاد كان ليه نكهه. المصري كان ليه شكل. انت كان عندك فرق، الدوري كان ثري، في اكتر من مكان يفرقع، الاتحاد بجمهوره، الاسماعيلي بجمهوره، المصري بجمهوره، وكل جمهور ليه شكل. تقدر ترسم لوحه تقول دول البورسعيديه، دول الاسكندرانيه، دول الاسماعيلاويه. هنا في القاهره كان عندك الاهلي والزمالك، المقاولين، الترسانه. انت كان عندك كان كابتن محمد رمضان قبل ما يروح الاهلي كان في الترسانه، وكان عندك كابتن علي شحاته في المقاولين. انا فاكر اسماء كده، كل فريق كل نادي كان بيطلع نجوم.